أهلا بكم مشاهدينا من جديد. قال حسن نصر الله الأمين العام لميليشيا حزب الله إنه لو اجتمع العالم لإخراجهم من سوريا فلن يستطيعوا على حد قوله. يأتي هذا بعد انتشار الشرطة الروسية عند بعض النقاط الحدودية قرب القصير في مدينة حمص والحديث عن اتفاق حول الجنوب السوري. المزيد في التقرير التالي. لو اجتمع العالم كله ليفرض علينا أن نخرج من سوريا لا يستطيع أن يخرجنا من سوريا. من ذا الذي يستطيع إذن إخراج ميليشيات حزب الله من سوريا؟ قبل أيام فقط نقلت رويترز عن مسؤول عسكري في حزب الله واشترط على الوكالة عدم ذكر اسمه وقال إنه تم نشر عسكريين روس في بلدة القصير في مدينة حمص بالقرب من الحدود اللبنانية، وهو موضوع من شأنه أن يثير خلافا مع حزب الله والذي عارض هذه الخطوة واعتبرها غير منسقة. ويضيف المسؤول ربما كانت هذه الخطوة بمثابة حركة تطمين للاحتلال الإسرائيلي بعد كل ما قيل من الجانب الإسرائيلي عن هذه المنطقة، واستأنف بقوله إن إيران تدرس الموقف بعد التحرك الروسي غير المنسق. ولعل اختلاف المسارات السياسية بين إيران وروسيا في سوريا أصبح أكثر وضوحا في ظل التفاهمات الروسية الإسرائيلية لضمان عدم توسيع إيران لنفوذها العسكري وانسحابها من جبهة الجنوب السورية. وكانت الصحف الإسرائيلية قد أغرقت في الأسبوع المنصرم عن لقاءات دبلوماسية روسية إسرائيلية أسفرت كما أوردت عن ارتياح إسرائيلي اتجاه الموقف الروسي المتفهم لخطوات حكومة نتنياهو، وهذا كما أفصح عنه لافرو بقوله على ضرورة بقاء قوات النظام وانسحاب القوات غير السورية من جبهة الجنوب. وربما كانت إشارة واضحة فهمتها إيران وتلقفها بهرام قاسمي بقوله ليس بإمكان أحد أن يرغم إيران على القيام بعمل ما، فإيران دولة مستقلة وتتابع سياساتها على أساس مصالحها. لا تبدو روسيا في الوقت الراهن على الأقل بإمكانها أن تنأى وحدها في سوريا دون إيران، وكذلك الأمر ليس باستطاعة روسيا الدخول إلى موجة تصعيد سياسي مع إسرائيل على إثر تفاهمات عسكرية سابقة. تعمل روسيا على مسك العصا من منتصفها لتوازن حضورها العسكري في المنطقة مع جميع الحلفاء، وكذا الأمر تعمل إيران على عدم التصادم مع الروس في سوريا، إلا أن هذا لا يعني تغليب المصالح على الحليف. وقد حدث في التاريخ أن تحول كثير من حلفاء الأمس إلى أعداء اليوم. ولمناقشة هذا المحور مشاهدينا الكرام معنا منذ بداية سوريا اليوم العقيد الدكتور عبد الله الأسعد المحلل العسكري، وينضم إلينا من غازي عنتاب عبر الأقمار الصناعية الكاتب والصحفي سامر الأحمد. أبدأ معك سيد سامر، هل تعتقد أن نصر الله يرفض طلبا روسيا لحزب الله بالانسحاب من سوريا؟ نعم، مساء الخير لك ولمشاهدي تلفزيون سوريا. حقيقة كلام نصر الله يوم أمس عن عدم انسحابه من سوريا وانتظار طلب الحكومة السورية وتحرير الأرض السورية وما إلى هنالك يندرج تحت البروباغندا الإعلامية التي يمارسها حزب الله بأوامر إيرانية من أجل محاولة الضغط على روسيا من أجل عدم تنفيذ الاتفاق الذي تم في موسكو بين نتنياهو وبوتين. اليوم الوقائع على الأرض تشير عكس ما يقول نصر الله، هناك محاولات روسية حثيثة من أجل ترسيخ سيطرتها على مناطق القصير ومناطق القلمون من أجل إعادة السكان هناك. طبعا هو ليس دور إيجابي بالتأكيد لروسيا، وإنما هو ترسيخ لمفهوم الاحتلال والسيطرة التامة لماذا لمناطق النظام. طبعا لماذا تزاحمها إيران بهذه المناطق وتثير مشاكل بين روسيا وإسرائيل؟ إذن لابد من التخلص من الميليشيات التي تدعمها إيران. نصر الله بكلامه عن مساعدته لسوريا وأنه حزب لبناني وأنه لولا تدخله بسوريا كان داعش اليوم في بيروت، هذا كله من الهراء الإعلامي، لأن نصر الله دخل بأوامر إيرانية
واليوم يفتح المعارك هنا وهناك بأوامر وتنسيق مع ضباط الحرس الثوري الإيراني، ويستلم دعمه ورواتب عناصره وراتبه شخصيا من الحرس الثوري الإيراني، وكذلك جميع أنواع السلاح التي يستخدمها في الحرب ضد الشعب السوري. دكتور، ما الذي سيكون مقابل رفض حزب الله ربما للانسحاب من سوريا؟ ويعني هي أصلا مواقعه كانت معرضة لهجمات إسرائيلية ولغارات متكررة، فما الذي يمكن أن نتوقعه كخطوة الآن سواء من قبل روسيا أو من قبل إسرائيل تجاه حزب الله؟ في الواقع يعني في البداية خطاب حسن نصر الله طبعا هو كان موجه إلى الضاحية الجنوبية وإلى حارة حريك والحدث وحي السلم، هذه المناطق، هذا الموضوع كخطاب لحسن نصر الله. ثانيا موضوع يعني علم النفس، إذا أردنا أن ندخل في موضوع علم النفس وخطاب حسن نصر الله يوم أمس، من كان خائفا هو من يصرخ عاليا، وخلال حديثه بهذه النبرة لو اجتمع العالم أن يخرجنا من سوريا لنستطيع إلا بأوامر من النظام، طيب هو لا يعلم أن النظام لا يعمل إلا بأوامر من روسيا، فهذا الكلام يعني كلام سياسي. كما تحدث سيد سامة ربما هو كله لتصدير الإعلام. أما بالنسبة لموضوع لماذا إيران الآن لا تريد يعني أن تخرج حزب الله من الجنوب، خاصة من الجنوب السوري، إذا تم إخراج عناصر حزب الله والأفغانيين والباكستانيين وعناصر من الحرس الثوري وبعض الزينبيون والفاطميون من هذه المنطقة، لم يبقى في المنطقة الجنوبية سوى 5% من عناصر فلول الجيش، ما كان يسمى بالجيش العربي السوري سابقا، يعني من قوات نظام الأسد والشبيحة والمرتزقة. هؤلاء لا يستطيعون أن يقوموا بأي عمل في المنطقة الجنوبية، في الجنوب خاصة، يعني قوات النظام لا تغطي يعني شيء، تغطي 2-3% من جغرافية المنطقة الجنوبية. عناصر إيرانية بكل مسمياتها بالكامل المنتشرة من منطقة الأسراد الدولي دمشق درعا، من منطقة الجامعات وصولا إلى الصنمين فرقة 9، إلى إزرع بالخامسة وصولا إلى منطقة البانوراما، إلى خربة غزالة، إلى قسم العسكري في حي المطار في درعا، هذه قوات جميعها لحزب الله موجودة في درعا. قبل وجود أي عمل عسكري لقوات النظام في المنطقة الجنوبية باتجاه درعا، مع وجود هذه القوات، قواته في تقدير الموقف العسكري هي في حالة خسران، ستنهار. في ظل وجود وتقدير موقف للفصائل الجبهة الجنوبية التي رفعت جاهزيتها إلى جاهزية قتالية كاملة، وهي الآن على أهبة الاستعداد للدخول في أي معركة، وحزب الله بالتحديد في معركة بدرعا، معركة الشيخ مسكين ومعركة المنشية، يعني خسر عناصر كبيرة من عناصر. وماذا عن الضغوط التي من الممكن أن يتعرض لها في أماكن حساسة أيضا بالنسبة له؟ نعم. كما في القلمون والقصير، يعني التي يبدو أن الشرطة العسكرية الروسية قد انتشرت ونشرت فيما بعد يعني الفرقة 11 في منطقة القصير. الآن الضغوط في المنطقة الجنوبية، هم لديهم طبعا الآن نظام الأسد، نتكلم بالتفصيل، أعطى أوامر إلى إدارة المهمات، إدارة التعيينات، بإعطاء لباس لهؤلاء العناصر من أجل أن يبقوا في خضم يعني تعداد قوات نظام الأسد، من أجل معركة إذا كان هناك معركة لاحقة، وأيضا حتى الدعم الإداري، دعم يعني الطعام واللباس والمحروقات. نعم. وغيره تم تحويله إلى إدارة ما تسمى إدارة التعيينات وإدارة الإمداد بالوقود وغيرها. فهذه المواقع التي تحتلها الآن لن تبقى فيها، هي ستندمج. وطبعا نتنياهو في إسرائيل من يومين صرح بأن تصريح يعني غريب جدا، بأن الإيرانيين يريدون أن يشيعوا السنة في المنطقة. يعني هذا لن يخرج هذا التصريح من نتنياهو، وإنما هو تصريح غريب، لأنه علم وعرف وأيقن بأن الآن أصبحت هناك قوات من حزب الله والميليشيات الأخرى تلبس الزي. نعم. زي تحاول العسكري تغيير، يعني يحاولوا أن يغيروا شكل بالتأكيد هذه الميليشيات من شكل الآخر، حتى في محاولة لبقائها. حتى نعم. إشارات العربات القتالية لعناصر حزب الله موجودة عليها مدافع ويندال، أطليت بدهان بإشارات تشابه إشارات التعاون. نعم. والتعارف مع عناصر الجيش النظامي لكي تكون مندمجة معهم. نعم. فهذا الموضوع لا يخفى لا عن إسرائيل ولا عن إيران ولا عن الروس حتى يعني في تلك المنطقة. سيد سامر، حرب روسيا القادمة هل ستكون مع الميليشيات المختلفة في سوريا، ميليشيات طائفية، ميليشيات تابعة لإيران وأيضا حزب الله؟
طبعا أنا أستبعد أن تكون معركة روسية مباشرة، وإنما سيكون هناك ضوء أخضر لإسرائيل وممكن تعاون مع الولايات المتحدة من أجل توسيع نطاق الضربات العسكرية ضد هذه الميليشيات في سوريا. بالنسبة لموضوع الجنوب السوري، أريد أن أشير إلى نقطة مهمة، أن الفصائل استلمت عرضا روسيا منذ يومين يقضي ببقائها وتحولها لقوات محلية ورفع علم النظام على معبر نصيب، ولكنه يشير صراحة إلى انسحاب الميليشيات الإيرانية وميليشيات حزب الله من الجنوب السوري بشكل كامل. هذا التصريح أيضا يحاول النظام اليوم أن يسد هذه الثغرة من خلال إعادة توزيع هؤلاء العناصر على الجيش الذي أشار إليهم ضيفك الكريم، ولكن إسرائيل تعلم حقيقة ذلك. النظام اليوم في ورطة في طرطوس واللاذقية يحاول تجنيد مزيد من الشباب في الساحل السوري، ولكن هناك معارضة شديدة، هناك تحرك شعبي اليوم أو بوادر تحرك شعبي ضد النظام في حاضنته الشعبية ضد عمليات التجنيد لتحضير لمعركة درعا المرتقبة إن حصلت. طبعا حتى الآن التفاهمات الروسية الإسرائيلية تقضي بضرورة انسحاب هذه الميليشيات، وإلا سيتم استهدافها بشكل مباشر من قبل الطيران الإسرائيلي بكافة مواقعها سواء في درعا أو في القنيطرة حتى وصولا إلى حلب وإلى منطقة جنوب حلب حيث تنتشر هناك الميليشيات الإيرانية. من المعروف عند جنود جيش النظام أن عناصر هذه الميليشيات تتمتع بإمكانيات ودعم مادي كبير، دعم بالسلاح والذخيرة والطعام، مختلف تماما عن الدعم الذي يتلقاه عناصر النظام، والذي معروف كيف هي التعويضات وكيف يتم التعامل معهم. اليوم إذ تم سحب هؤلاء فعليا، النظام سيكون في ورطة كبيرة ولن يتمكن من فتح معركة حقيقية في درعا. ربما ستكون مناوشات، ولكن في النهاية ستدخل روسيا من أجل توقيع اتفاق مع الفصائل لم تتضح شكله بعد. أين هو موقف النظام من التخلي عن حلفائه، حليف بدأ معه معركه مثل حزب الله وأيضا إيران؟ وهل النظام لديه القدرة على التصرف بشؤونه الخاصة أو شؤون ضباط الرتب العليا في النظام؟ بشار الأسد على مستوى بسيط حاول المماطلة في وضع أسماء اللجنة الدستورية منذ فترة، فاستدعاه بوتين إلى روسيا وأجبره على وضع اللجنة الدستورية في اليوم التالي. النظام اليوم لا يمكن أن يتحكم بأدنى حاجز موجود. كيف يمكن أن تكون ردود فعل حزب الله وإيران تجاه النظام نفسه بعد هذا التخلي؟ الردود بدأت فعليا في بعض الميليشيات التي كانت تدعمها إيران في الساحل السوري وفي بعض المناطق، جرى حلها أو الأمر بحلها من قبل الروس، وما أحدث بلبلة. وهناك معلومات عن اشتباكات حصلت بين ميليشيات أيمن جابر وميليشيات الدفاع الوطني الذين كانوا بإمرة أو الذين شكلتهم إيران في الساحل في وقت سابق، مع عناصر النظام الذي أو عناصر بعض فرق النظام الذين كانت تدعمهم روسيا. وحتى من الممكن أن نشهد هذه الاشتباكات المحلية، ربما نشهدها في القصير إن تم فعلا إجبار الحزب على الانسحاب نهائيا من منطقة الحدود. أيضا ممكن نشهدها في ريف دمشق. اليوم الروس حتى الآن يمنعون النظام ويمنعون ميليشيات النظام من الدخول إلى ريف حمص الشمالي رغم عدم وجود الفصائل في تلك المنطقة. اليوم القلمون وريف حمص ومناطق الغوطة الشرقية وجنوب دمشق من المرجح أن تشهد اشتباكات بين عناصر محلية، بين قوات النظام التي تدعمها روسيا مثل قوات النمر والميليشيات التي تدعمها إيران. دكتور وابع عجالة، لو سمحت، هي مرحلة تخلص روسيا من الميليشيات اليوم في سوريا؟ مرحلة التخلص روسيا من الميليشيات في سوريا بكل سهولة. طبعا هذا ليس مطلب روسي فقط، وإنما مطلب أمريكي ومطلب أوروبي كامل، يعني ومطلب الدول الإقليمية المحيطة في خاصة الجهة الجنوبية المنطقة الحساسة من سوريا. أشكرك شكرا جزيلا العقيد الدكتور عبدالله الأسعد المحلل العسكري، وشكر موصول لك أيضا سيد سامر الأحمد الكاتب والصحفي، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من غازي عنتاب. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.